كتير من المصريين والعالم تابعوا امبارح فيديوهات جميله على السوشيال ميديا، لانه احتفل المئات من الاهالي والسائحين وقيادات محافظه الاقصر بظاهره تعامد الشمس على مقصوره قدس الاقداس بمعابد الكرنك، للاعلام طبعا عن بدء الاجواء الشتويه ودخول فصل الشتاء رسميا في واحده خلينا نقول ان هي من الظواهر الفلكيه والمعماريه المميزه جدا اللي بيتم رصدها من 25 سنه، وده بيكون كل سنه بحضور كل الاهالي وقيادات المحافظه ورجال السياحه والافواج السياحيه بكل الجنسيات ومن كل الدول اللي بيجوا يزوروا الاقصر في الوقت ده تحديدا، وبيستمتعوا بالاجواء هناك وبالتواجد. وعايزه اقول لكم ان هم بيبتدوا يروحوا من بالليل او قبل الفجر كده بشويه، ويبتدوا سهرانين لحد الظاهره الصبح في قلب المعابد هناك او قلب المعبد هناك علشان يرصدوا الظاهره المختلفه دي منه. على الحقيقه الواحد كل يوم بيكون فخور بتاريخه وحضارته واجداده العظماء والفراعنه بكل اللي هم سابوه لينا يا هند. مشاهد مبهجه جدا يا لميس، بصراحه تدعو لي الفخر. والحضاره المصريه القديمه واحده من اهم واقدم واعرق الحضارات على مر التاريخ. عايز اقول لحضراتكم ان ظاهره تعامد الشمس على مقصوره قدس الاقداس بمعابد الكرنك دايما بتحظى سنويا بالاهتمام من رجال محافظه الاقصر والسياحه والاثار وكل تقريبا دول العالم والمهتمين بالسياحه المصريه وبالتاريخ المصري المشرف، وده باعتبارها بتحقق مزيد من الجذب السياحي لمدينه الاقصر، اكبر متحف مفتوح في العالم اجمع. ده غير كمان انها بتظهر قيمه الفلكيه لمعابد الكرنك ورياده القدماء المصريين في علوم الفلك الأثري. الاحتفالية بتشمل العديد من العروض زي مثلا تقديم عروض التحطيب، الرقص على أنغام الربابة والمزمار الصعيدي بقى المميز بساحة الكرنك خلال استقبال الضيوف، وده للمساهمة في كده الترويح والترفيه للحضور من الأفواج الأجنبية المتعددة والمصريين وكل الضيوف من كل الجنسيات. ظاهرة تعامد الشمس بتحدث كل عام يوم 21 من شهر ديسمبر، وبيتعامد فيها قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس في قلب المعبد. طيب لو قعدنا فكرنا كده هنقول ان ده بيعكس الحقيقة العظمة الهندسية والمعمارية المتميزة جدا للقدماء المصريين، وبيؤكد ان المصري القديم الحقيقة عظمته كبيرة جدا ومهمة في تسخير العمارة لكل ما يخدم تاريخه العظيم. بالمناسبة دي على فكرة وانا معاكم دلوقتي انا بفتكر يعني احنا رحنا معاكم وانا سافرت للفيوم، وبرضه بتحصل نفس الظاهره دي على فكره، بس هي ملهاش شهره قوي لان ملهاش تسليط الضوء، رغم على فكره ان الاجانب مهتمين جدا بيها جدا، وهي تعامد الشمس على قدس الاقداس في معبد قصر قارون. معبد قصر قارون هو واحد من المعابد اللي بتعود للعصر اليوناني والروماني في الفيوم، وهو اتسمى كده عشان هو بيطل على بحيره قارون. نفس الفكره بالظبط في الانقلاب الشتوي، بيتعامد الشمس على قدس الاقداس والجهه اليمنى من قدس الاقداس، والجهه اليسرى لا. طب هتسالوني ليه؟ هقول لكم لان الجهة اليسرى كان بيبقى فيها المومياء، فطبعا المومياء هي عالم آخر فحتى لا تتلف. ده تفكير طبعا المصري القديم. وكان المعبد ده مخصص لعبادة الإله سوبك وهو التمساح، وهو الإله اللي كان معبود وقتها في الفيوم في مصر القديمة. وعايز أقول لكم يعني يمكن إحنا يعني سافرنا معاكم أكتر من مرة وعرضنا لحضراتكم الظاهرة دي، وبيبقى فيها أجانب كتير برضو بالمناسبة واقفين من بالليل والفجر مستنيين شروق الشمس على قدس الأقداس. فبلدنا كبيرة وبلدنا تاريخها ممتد على مر السنين، وزي ما قال عميد الرواية العربية نجيب محفوظ، مصر ليست دولة تاريخية ولكن مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. ومناسبة